فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والبدعة على قسمين، إما بدعة أصلية وهي إحداث عبادة لم يأذن الله بها ولا رسوله، وإما أن تكون أن يكون العبادة أصلها مشروع لكن يزاد عليها شيء ما ليس منها، وهي البدعة الإضافية مثل الصمت في الحج، إن هذه بدعة إضافية.